وده شكل غرفة التبريد أو غرفة البدول. دوت شكل البدول، كرتون مقوى في فتحات متعرجة بتسمح بمرور الهواء بعد ما بيتبرد بالمية اللي موجودة في الكرتون، تمام؟ وديت ماسورة اللي بترفع المية فوق البدول عشان خاطر تبلل الكرتون المقوى. الماسورة ديت المية بتنتقل فيها عن طريق ترومبة غطسة موجودة في الخزان دوت. ده الخزان اللي بيغذي البدول. لو فتحناها هنلاقي شكله كده. عندنا اللي لونها فاضي تحت ديت، دي الترومبة الغطسة اللي بتسحب المية. الكورة السمراء اللي على جنب ديت دي العوامة بتاعتها. أول ما الخزان بيتملي العوامة دي بتتفع لفوق، الترومبة الغطسة بتشتغل، المية قلت، العوامة بتنزل لتحت، الترومبة بتقف، تمام؟ وديت حنفية عشان خاطر تعوض المية اللي بتنقص من الخزان، ودي العوامة بتاعتها. أول ما الخزان بيتملي العوامة بتترفع لفوق، الحنفية تقف، الخزان المية بتاعته بتنقص، بتنزل العوامة لتحت والحنفية بتشتغل. والخراطيم الصفرة اللي قدامنا ديت دي خراطيم الراجع بتاع البدول. البدول بعد ما بيتبلل المية اللي زيادة فيه بترجع تاني للخزان عشان تبقى دايرة مغلقة.